الف سلام عليك يا قط. طب والقط محتاج ايه عشان يشغل دماغه؟ ده شكله كيوت خالص. هو انا شكلي كيوت؟ لمع القط. اعلن انا لمع القط مسؤوليتي عن كل الحوادث اللي هتشهدها المنطقه في الفتره اللي جايه. نمر مفترس. لمع القط هيشغل دماغه، واحذروا يا بشر لان لمع القط خطر. ورحمه امي لموتك يا قط. لمع ايه؟ لمعي ولا مش لمعي؟ يا قط. هو لمعي بس مش لمعي. رمضان لمتنا أحلى.